أرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بكل وضوح. أرحب بكم في موضوع مهم جدا، هل الإسلام في أزمة؟ هل الإسلام في أزمة؟ نعم، رأينا في خطاب ماكرون في أسابيع ماضية، رأينا أنه تحدث عن أن الإسلام يمر بأزمة كبيرة في العالم كله، ولذلك ثار المسلمون وثار علماء الإسلام في كل مكان قائلين أن هذا يعني هجوم على الشريعة الإسلامية وهجوم على المسلمين، وأنه خوف من انتشار الإسلام في أوروبا. طبعا هناك الكثير من الأسئلة، هل الإسلام في أزمة؟ هل المسلمون، هل هي أزمة الإسلام أم أزمة المسلمين؟ هل أوروبا هي التي في أزمة وأرادت أن تلقي اللوم على الإسلام كما يقول البعض؟ البعض أيضا يقول بأن المسيحية هي التي في أزمة وأن الغربيين خائفون من انتشار الإسلام واعتناق أعداد كبيرة في الغرب لهذه الديانة. في هذه الحلقة سنطرح الكثير من الأسئلة على ضيفة عزيزة على البرنامج، ويسعدني ويشرفني أن تكون معنا في هذه الحلقة. نرحب بالدكتورة وفاء سلطان. أرحب بك دكتورة وفاء. شكرا أخي رشيد، شكرا من القلب على هذه الدعوة الجميلة وعلى هذا الموضوع الذي أتوقع أن يكون مهماً وشيقاً. دكتورة وفاء، خليني أبدأ. حين قال ماكرون بأن الإسلام في أزمة في كل مكان، ويعني ثار المسلمون كما قلت في المقدمة واعتبروا ذلك عدواناً على دينهم، لماذا ردت الفعل هذه؟ لماذا هذا الإنكار دائماً من طرف المسلمين أن الإسلام ليس في أزمة، بل ماكرون هو الذي في أزمة، فرنسا هي التي في أزمة، وأشياء من هذا القبيل؟ لماذا الإنكار ولماذا ردت الفعل؟ بالنسبة إلي شخصياً، أنا بعتقد أنه أسباب هذه الردة العنيفة تكمن في أربع عوامل من وجهة نظري أنا، وسأطرحها بالكثير من البساطة كي يستطيع المشاهد أن يفهمها ويستوعبها. أول عامل، أنا بعتقد أنه حال المسلمين مع الإسلام صار كحال مريض لديه دمل متقيح. لو مرت النسمة فوق هذا الدمل يبكي ويتألم ويصيح. نعم، صار الإسلام دملا متقيحا. المسلمون فاشلون على كل صعيد، المسلمون متألمون، المسلمون مستفزون، المسلمون مستنفرون، أعصابهم في أتون من نار، لأن كل شيء حول المسلمين تحول إلى نار. لذلك من الطبيعي جدا أن تكون ردة فعلهم صراخا وصعيقا وشتائم. هم ليسوا في وضع نفسي أو عقلي أو فكري أو على أي صعيد آخر، هم ليسوا في وضع يؤهلهم لأن يحاوروا بأدب وبطريقة حضارية. هذا هو العامل الأول. إذن الوضع الذي انحدر إليه المسلمون يلعب دورا. العامل الآخر، على حد قول المثل، التاجر المفلس يبحث عن دفاتره القديمة. لقد أفلسوا على كل صعيد، لم يبق لديهم سوى تلك الدفاتر القديمة التي تحوي على أقبح عقيدة ظهرت على سطح الأرض. دائما التاجر المفلس يدافع حتى الموت على ما تبقى بين يديه، بغض النظر عن هشاشية وطبيعة ما تبقى بين يديه. إذن هم مفلسون وليس لديهم إلا الإسلام ليدافعوا عنه. العامل الثالث، طبعا لم أعد أذكر من قال، ونعم ما قال، لقد قال: كلما ازدادت الفكرة هشاشية
كلما ازدادت شراسة المدافعين عنها. أنت تعلم وأنا أعلم والكل يعلم، أمريكا يوميا تشتم ويداس، العلم تبعها بيدوسوا عليه في مظاهرات في الكثير من البلدان. حدث ذلك في إيران، في باكستان، في فنزويلا، في المكسيك. هل رأيت مسؤولا أمريكيا واحدا يرتكس أو يثور على من يفعل ذلك؟ طبعا لا، لأنه المسؤولين الأمريكان والشعب الأمريكي بيعرف عظمة أمريكا ويثق بها ولا يخاف عليها. من يخاف على دينه من عبارة واحدة، هو يعلم في قرارة نفسه أن هذا الدين ليس إلا فكرة هشة، فكرة هشة. إذن قناعة المسلمين بأن دينهم هو ليس إلا فكرة هشة تجعلهم يثورون بهذه الطريقة الاعتباطية. من جهة أخرى أو العامل الرابع، وطبعا سأطرحه من خلال مثل أمريكي يقول: لسعة الأفعى هي الأكثر سمية وهي تحتضر، وهي تموت، وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. الكل يعرف أن الإسلام يحتضر، ولذلك من الطبيعي أن يكون زعيقهم أعلى من أي وقت مضى ولسعاتهم أكثر سمية. دعيني يومياً نعم تفضل. يومياً على فكرة أخيرة سأكتم فيها جوابي على هذا السؤال. يومياً على صفحات الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي تنتقد كل الأديان، كل الأديان المسيحية والبوذية والهندسية والملحدين إذا اعتبرنا الإلحاد عقيدة، لكن لا نسمع زعيقاً إلا من الوكر الإسلامي. طيب سؤالي ليك، هل فعلا الإسلام يمر من أزمة؟ خلينا نكون صراحة، هل فعلا الإسلام يمر من أزمة؟ وإذا كان فعلا هذا هو الواقع، لازم نوضح للمشاهد ما هي مظاهر هذه الأزمة. طبعا هناك آية بعتقد من الإنجيل عند الأخوة المسيحيين بتقول: من ثمارهم تعرفونهم. صحيح. أنا برأيي لا يفسد شعب في العالم أو في التاريخ، لم يفسد شعب ما لم تفسد ثقافته أولاً، وما لم تنحدر به تلك الثقافة إلى الحضيض. كل بلدان العالم، كل بلدان، خذ أي بلد، خذ أمريكا، خذ الغرب، في كل بلد يحترم نفسه، الثقافة هي المظلة التي تضم تحتها الأفكار والعادات والتقاليد والقيم والأديان. إلا في بلاد المسلمين الإسلام طغى حتى صار هو تلك المظلة، وما ينطوي تحته يجب أن يكون إسلامياً بالمطلق. إذن أفكارنا، عاداتنا، تقاليدنا، قيمنا، طرق حياتنا عموماً هي إسلامية بالمطلق. إذن يبقى السؤال: كيف نستطيع أن نفصل بين هذا السقوط المريع وبين تلك الثقافة التي أدت إليه؟ طبعاً لا يمكن، طبعاً لا يمكن. بيخرج عليك شيخ مسلم، الكل شاهد هذه الحلقة، شيخ مسلم على قناة عامة ناشونال تي في يراها ملايين الناس، وبيقول لك بكل وضوح وبكل أريحية: يحق للرجل أن يعير فرج زوجته، أعتذر من القراء على فداحة هذه الرذيلة، يحق للرجل أن يعير فرج زوجته في حال غيابه. ويتساءل الشيخ نفسه، يتساءل لماذا، وهو نفسه يجيب: كي لا تزني والعياذ بالله. معقولة أن تنبت فكرة حية،
فكرة جيدة، فكرة جميلة في عقل بشري تصحر أخلاقياً وفكرياً إلى هذا الحد؟ لا يمكن، لا يمكن. أفكارهم وتعاليمهم الصحراوية ساهمت في تصحر كل شيء. ها نحن اليوم في أي بلد إسلامي نعيش في صحراء قاحلة عقيمة لا أثر لحياة مقبولة فيها. أختم هذا الجواب بالتأكيد على أن الحياة هي ثمرة السلوك، والسلوك هو ثمرة الجهاز العقائدي. لا تستطيع أن تغير الواقع ما لم تغير سلوكك الذي تغير سلوكك الذي أنجب هذا الواقع، ولا وما لم تغير الجهاز العقائدي الذي أدى إلى هذا السلوك. دكتورة وفاء، أكيد تابعتي أنه كان في رهينة في مالي فرنسية وتم تحريرها، سيدة اسمها صوفي في 75 سنة، ورجعت يعني تم تحريرها من أيدي خاطفيها في مالي بعد 4 سنوات تقريبا، وهي كانت تخدم هناك يعني في ملجأ للأيتام، كانت تخدم الماليين لسنوات طويلة في ملجأ للأيتام. عندما عادت هذه، دعيني أقرأ لك ما كتبته الصحف الإسلامية والمنابر الإعلامية. خلينا نشوف مثلا في هذه الصحيفة صفعة للرئيس الفرنسي ماكرون الحاقد على الإسلام، رهينة فرنسية محررة تعلن إسلامها. الجزيرة نفسها، رهينة فرنسية محررة أعلنت إسلامها. في جريدة مغربية اسمها هوية بريس تقول ماكرون يتعرض لصاعقة حين استقباله للرهينة الفرنسية بعد تحريرها. يعني الناس في السوشيال ميديا، أغلب المسلمين يعتبرون هذه ضربة كانت على وجه ماكرون، يعني سيدة مختطفة على يد، يسمونهم أحيانا الإرهابيين، لكن في هذه الحالة هم بيحتفلون بنتائج عملهم، أنهم خلوا هذه السيدة في 75 من عمرها خلوها واحدة مسلمة، فهم يعتبرون هذا أجمل رد وأحسن رد. هل في نظرك يعبر عن الأزمة أو جزء من الأزمة، أم هو فعلا رد على ماكرون؟ دعني أشرح لك من الناحية النفسية ماذا حدث لتلك السيدة حتى وصلت إلى هذا الموقف. الكل يعرف تعبير الغسيل الدماغي. أول من ذكر هذه العبارة كانت لعالم نفس أمريكي قام بدراسة الوضع النفسي لسجناء حرب قضوا في زنزانة العدو عدة سنوات، وخرج بهذا التعبير وله تعريف من الناحية النفسية. أي إنسان، لو أخذت أنت وفاء سلطان، طبعاً تعرف إلى حد كبير مدى أو طبيعة أفكاري، ووضعتني في زنزانة وقفلت علي كل النوافذ وعرضتني فكرياً إلى فكرة واحدة لا آخر لها، لا يوجد فكرة أخرى تتنافس معه، حكماً بعد 4 سنوات سأخرج من الزنزانة وأنا أؤمن بتلك الفكرة. موقف هذه السيدة يعكس حقيقة التربية الإسلامية وحقيقة الإسلام، ويسيء إلى الإسلام أكثر مما يحسن إليه، أكثر مما يحسن إليه. هكذا تبرمجنا نحن المسلمين، وأنت تعرف أنت من خلفية إسلامية وأنا من خلفية إسلامية، حتى تاريخ بداية عصر الإنترنت كنا في سجن إسلامي. صحيح. لم يسمحوا لأي فكر مغاير أن يدخل ذلك السجن، ولذلك تقولبنا جملة وتفصيلا على الإيمان بالإسلام
والتعصب للإسلام. نعم. عندما بدأت الإنترنت تكسر جدران هذا السجن، رأينا الناس يفرون منه أيضا جملة وتفصيلا. من الناحية النفسية ما حدث لهذا السيدة تماما كما حدث لي ولك، ونحن نعيش في زنزانة الإسلام. لا أحد يعلم إلا الله الظروف التي عاشت فيها هذه السيدة داخل زنزانة. لم تتعرض خلال 4 سنوات إلا إلى سماع القرآن وإلى الاستماع إلى ما كانوا يبثونه في أذنيها من تعاليم الإسلام. حدثت لها عملية الغسيل الدماغي، وحدوث هذه العملية أمر طبيعي في تلك الحالة. لذلك من وجهة نظري كمفكرة وكعالمة نفس، أعتقد أن الأمر يسيء للإسلام أكثر مما يحسن، والدليل على ذلك أتحداهم أن يعيدوا تلك السيدة إلى بلادها ويعطوها الحرية لأن تتحرر من ذلك الغسيل الدماغي، وسنرى ما يحدث. هي عادت على فكرة وتم تحريرها، لكن كلامك صحيح، لأن الكثير من المعلقين عادت أيضا يجب أن تعطيها من الوقت الكافي لفك البرمجة التي أجبرت عليها. صحيح صحيح. وخصوصا في هذا، وقد أثار بعض الناس في هذا السن المتقدم من الحياة، في هذا السن المتقدم، طبعاً في هذا السن لا يمتلك الإنسان المرونة التي يمتلكها إنسان آخر في عمر أقل. نعم، وهي على فكرة واضح، لأنه هي حتى رفضت أن تدين خاطفيها، مش فقط أنه قالت هي صارت مسلمة، هي رفضت أن تجرم فعلهم رغم أنهم اختطفوها. شيء طبيعي، أمر كلنا نعرف ستوكهولم سيندروم، كلياتنا نعرف عقدة ستوكهولم، إنه الضحية خلال فترة الاحتجاز تصبح مدينة للقتلة ومدينة للمختطفين. لماذا؟ لأنه باللاوعي عنده إنه مختطفوني ولم يقتلوني، كان من المفروض أن يقتلوني ولكنني لم أقتل، إذن في النهاية أنا مدينة للخاطفين بحياتي. هذا هو التفسير النفسي، أن الضحية عادة لا تدين المجرم ولا تدين المختطف الذي قام بعملية الاختطاف، لأنها باللاوعي تدين بحياتها له، هو لم يقتلها، هو حافظ على حياتها. هذا ما قاله بعض المعلقين المسلمين حتى ردا علي على مواقع التواصل، قالوا هي تأثرت بأخلاق الخاطفين. قلت له أين المنطق؟ اختطفوا امرأة كبيرة في السن، اختطفوها وهي تخدم الأيتام، لم تعلقوا على ذلك كله، إنه هذا عمل إجرامي، هؤلاء إرهابيون، لم تروا ذلك كله، لكن قلتم لقد تأثرت بأخلاقهم أثناء الإقامة معهم. أنا شايف إنه منطق معكوس، هذا جزء من الأزمة الإسلامية. هم يقولون إنه هؤلاء لا يمثلوننا، وهؤلاء لا يمثلون الإسلام بعض الأحيان حين يكون النقد موجود، لكن حين تسلم واحدة على أيدي هؤلاء يقولون أرأيتم لقد أسلمت، أرأيتم عظمة الإسلام، ألم تقولوا بأن هؤلاء لا يمثلون الإسلام؟ اليوم صرتم تحتفلون بثمار الإرهابيين، انظروا حولوا سيدة مسنة في 75 العمر حولوها للإسلام وتعتبرونه انتصارا للإسلام، أليس هذا هو العار بعيني؟ طبعا هناك ما يطلق عليه الذكاء الأخلاقي، وللذكاء الأخلاقي معايير، أحد هذه المعايير هو المنطق، بمعنى أنك لا تستطيع أن تكون خلوقا إلا إذا امتلكت الحد الأدنى من المنطق. طبعا بالعودة إلى وضع هذه السيدة وبالعودة إلى الجريمة التي ارتكبت بحقها، نستنتج أن خاطفي تلك السيدة ومن يدعمهم
ليس لديهم الحد الأدنى من المنطق. غياب المنطق يبرهن بالدليل القاطع على غياب الأخلاق لديهم. كيف تحتجز سيدة against her will؟ يعني ضد إرادتها، يعني ضد حريتها، ضد قناعاتها، ضد رأيها، وتسمي ذلك بغض النظر عن نتيجة هذا الاحتجاز. يعني ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. أنت تفتخر أن هذه السيدة اعتنقت الإسلام، ولكن اعتناقها للإسلام بني على عملية اختطافها وعملية غزو خصوصياتها، invade her privacy. أنت عم تبني شيء أخلاقي على شيء باطل. إذن هذا ليس أخلاق، هذا ليس إنسانية، هذا مرفوض، هذا باطل بكل ما لدى الكلمة من معنى. طيب دكتورة وفاء، عندي سؤال آخر، هل هي أزمة إسلام أم أزمة مسلمين؟ طبعا جوابي على هذا السؤال يستدعي أن أعيد جوابي على السؤال السابق. طبعا من ثمارهم تعرفونهم. أنا بعتقد أنه الإسلام في أزمة منذ أن رفع محمد سيفه الأول وقال جعل الله لي رزقي تحت حدي رمحي. العقيدة التي تقوم على السيف والرمح هي في أزمة منذ بداياتها وستظل في أزمة. الإسلام في أزمة منذ البدايات. قراءة عاقلة وهادئة للتاريخ الإسلامي تبرهن بالأدلة القاطعة على تلك الحقيقة. علينا أن نقرأ التاريخ الإسلامي لنرى أن الأزمة كانت منذ البداية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ليش نحن بتخيلنا أنه أزمة الإسلام أزمة معاصرة وهي وليدة هذا الزمن؟ طبعا هذا ليس صحيحا، لكن له أسبابه. الأسباب التي تكمن وراء إحساسنا بأن الأزمة معاصرة هي التكنولوجيا الحديثة من جهة وأموال النفط من جهة أخرى. التكنولوجيا الحديثة صغرت العالم حتى صار قرية صغيرة. كل فرد يعيش في هذه القرية يعرف ما يدور داخل غرفة نوم الفرد الآخر. الأمر الذي أدى إلى انفضاح الإسلام، انفضحت التعاليم الإسلامية، انفضحت لأنها صارت مرئية ومكشوفة وصارت أمام الجميع بفضل وسائل التكنولوجيا الجديدة. صحيح. كما أشرت في جوابي الأول، كنا نعيش داخل سجن حتى جاءت الإنترنت. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أموال النفط ساهمت في نشر تلك التعاليم في كل بقعة في العالم. الأمر الذي ساهم أيضاً في كشف النقاب عن حقيقة الإسلام. طبعاً هون أعود إلى سؤالك لأطرح سؤالاً آخر. كيف يكون الإنسان في أزمة وجهازه العقائدي والفكري والثقافي سليم ومعافى وجدير بالاحترام؟ اليوم المسلمون صاروا مثل بياع الخل اللي بالخرج عنده ما في إلا خل، لكن عم بصيح عسل يا عسل، عم بيدعي إنه الخل تبعه عسل. طبعاً صار الخل مكشوفاً والإنسان لا يشتري قبل أن يتذوق، وعصر الإنترنت كشف النقاب عن حقيقة الإسلام. الدكتورة وفاء، يعني إيه هي خليني في الأول أعلق على جوابك بالنسبة لأزمة الإسلام وأزمة المسلمين.
بعض المسلمين يقولون نحن المسلمون اللي في أزمة، لأننا ابتعدنا عن ديننا، لأننا ابتعدنا عن الصلاة، نحن ابتعدنا عن تطبيق الإسلام حرفيا كما جاء في القرن الأول أو القرون الأولى. إذن إحنا اللي في أزمة. صحيح يا ماكرون، إحنا في أزمة لأننا لم نعد تلك القوة، لم نعد نحتل حتى أجزاء من أوروبا، لم نعد بتلك الشراسة التي كنا عليها. فعندك حق أننا في أزمة، لكن الإسلام ليس في أزمة. كيف ترد على من يقول هذه العبارات؟ إذا كان هذا الادعاء صحيحا، يجب أن تكون اليابان في أزمة، وألمانيا في أزمة، وفرنسا في أزمة، وأمريكا في أزمة، وروسيا في أزمة، وكل دولة أخرى في أزمة متساوية من ناحية النوعية والكمية إلى الأزمة التي يعيش بها المسلمون اليوم. طبعا لا أحد من هذه الدول التي ذكرتها يتبنى تعاليم الإسلام أو يتبنى أخلاق الإسلام، هم ليسوا في أزمة. إذن كيف نستطيع أن نصدق ادعاء المسلمين بأنهم في أزمة؟ الجهاز العقائدي، دائما أقول هذه العبارة، سواء كان الإسلام أو غير الإسلام، أي جهاز فكري، أي فكرة تفشل في إنتاج إنسان جيد هي فكرة هشة. صحيح. لو كان للإسلام قوة أخلاقية، قوة فكرية، قوة منطقية، لما تخلى المسلمون عنه. خليني أبدأ في أخذ مكالمات حتى أشرك معنا بعض المشاهدين. ألو، مين معي؟ سلام المسيح. سلام المسيح، تفضلي أختي. ممكن أحكي مع الأخ رشيد؟ أنا معاك، أنت على الهواء، الكل سامع. I'm sorry. اسمي أنا شادية. ألو؟ أيوة، سلام المسيح. أيوة، تفضل. شادية، حابة أشارك مع حضرتك وأحكي لك على موضوع الحلقة والأزمة الإسلام. من حوالي 3 سنوات، من رمضان، آخر رمضان لي كمسلمة، نعم، في 2017 كنت في الجامعة بصلي التراويح، فكنا طبعا في بداية رمضان، وقبل رمضان هحاول اتكلم مصري عشان تفهمني. تفضلي. نفهم تقريبا كل اللهجات. عفوا. لا تفضلي كملي، ما فيش مشكلة. شكرا شكرا. فقبل رمضان بشوية حصل تشيير إرهابي في الدولة الوطنية اللي أنا فيها، ومات فيه ناس كتير قوي، وتأثرنا كلنا، حتى المسلمين اللي عايشين، يعني تأثروا إنه الشخص ده كان من بلدي وفجر نفسه فيهم، وماتوا أطفال وعدد كتير. فلما رحت رمضان بعد التفدا، كان الشيخ بيقرأ عادي زي أي مرة، بس بعد ما خلص التراويح بقى بدأ الدعاء، والدعاء زي ما حضرتك تعرفوا طبعا، ما هم مرن بنسائهم ويبتم أطفالهم مرن، وهم أول بلد الأوروبا. فده بس فيها جدا، أول مرة في حياتي أنا على طول كنت بقول أمين أمين، يعني أول مرة أثر فيا إنه طب كفاية، يعني أنا جوايا بقول طب كفاية عليهم اللي ماتوا، كفاية التفكير اللي حصل لهم، يعني سمحي لنا. إذا هم كانوا في يعني تفجير إرهابي، ومع ذلك هو يدعو عليهم بمزيد من الهلاك. وبيقرأ بالعربي طبعا، القرآن بيقرأ والصلاة كلها بالعربي، والعربية أكثر من العربية، فالأغلب المصلين العرب فاهمين، بس الجاليات زي باكستان والبنغلاديش ما بيفهموش العربي أصلا. هذا مختلف، يعني هو الإمام ما
حتى لو فهموا لا أعتقد أنه سيكون هناك اعتراض، لأن احنا تربينا على أن هذا شيء عادي، يعني لا نرى فيه أي مشكلة أخلاقية على الإطلاق. بالضبط، وده اللي أنا استغربته في نفسي أول مرة، أحس في حاجة كده جوايا، في حاجة غلط. عشان أطفالي متقطعة وميتين دي وجعتني. بعد كده اللي ضربني أنا طلعنا من صلاة التراويح، لقينا الناس الأجبول عاملين مظاهرات ضد الناس اللي في الجامع، خلاص مش عايزين مصلين بقى ومتأثرين. وقتها فورة يعني الناس فارت، فلقينا الشرطة بره الجامع بتشوفنا في الليل ونحن بنرجع. أنا مش سامع الصوت، معرفش هو عندي بس أم عند، لأنه أنا مش سامع أحياناً بعض الكلمات، لكن الفكرة يعني وضحت على الأقل في مجملها. الدكتورة وفاء، ما تعليقك على يعني أنه حتى في يعني في المساجد في الغرب، وهذا اللي تكلم عنه ماكرون، أنه هناك أزمة حتى في فرنسا، يعني اللي جوا من البلدان الإسلامية جابوا معهم الباكيج كله، يعني كانوا بيعملوا مشاكل يعني بسماهم الانفصاليون، هم انفصاليون، يعني غرضهم الانعزال في مجتمع داخل المجتمع الفرنسي والحكم بشريعة أو قانون مخالف للقانون الفرنسي وعدم الخضوع للدستور الفرنسي ولا علمانية فرنسا، وفي الأخير هدفهم أن يحكموا فرنسا، ومش فرنسا بس، أوروبا كلها في الأخير حيحكمها الإسلام، هذا هدفهم. إيه تعليقك؟ السؤال المطروح، هم يقولون أن الأزمة أزمة مسلمين لأنهم لم يتعلقوا بدينهم. إذن لماذا لم يصروا أن يتعلقوا بهذا الدين في بلدانهم وأن يبنوا تلك البلدان؟ كان أفضل من أن يلقوا بأنفسهم في المحيطات كي يصلوا إلى الغرب. هل هم جاءوا ليقيموا الدين؟ إذا كانوا قد فشلوا من أن يتبعوا هذا الدين في بلدانهم، كيف سيستطيعون أن يتبعوه في الغرب؟ طبعاً هم يستغلون القيم الأمريكية، يستغلون الحريات المصانة بالدساتير الغربية، هم ناس استغلاليين ما أكثر ولا أقل، هم يستغلون. إذن الغرب، أعتقد أن القيم التي أنجبت الغرب بشكله الآخر ستساهم بشكل أو بآخر في القضاء على الغرب ما لم يستفق، وما لم تكن عملية اليقظة شاملة وسريعة. طب ما هي مظاهر أزمة الإسلام في البلدان الأوروبية؟ طبعاً سلوكيات المسلمين، طبعاً أنا لا أرى تلك السلوكيات متبلورة وواضحة في أمريكا كما هي في أوروبا. أعتقد أن التاريخ الأمريكي يختلف بعض الشيء عن التاريخ الأوروبي. الدول الأوروبية أو المواطن الأوروبي خرج من العصور الوسطى وتأثر بالحربين العالمية الأولى والثانية، فخرج من تلك التجارب ليبرالياً بالمطلق، يؤمن أن كل الأديان هي نفسها، وكل دين تعاليمه وأهدافه هي نفس تعاليم وأهداف الإسلام. خرج ليبرالياً بالمطلق. الليبرالية التي لا حدود لها في الغرب هي التي ستفتح قبر الغرب، ما لم يعي المواطن أن هناك حدود للحرية، وأن هناك قوانين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تطرف بعض المهاجرين الجدد وبعض القادمين إلى الغرب. دائماً الإمبراطوريات، الدول العظمى دائماً تنهار من الداخل، ودائماً إذا عدنا إلى تاريخ الإمبراطوريات والدول العظمى نلاحظ أن العنصر الغريب الذي لجأ إلى تلك البلدان هو كان العامل الأول في خرابها. لذلك أعتقد أن على الغرب أن يستفيق، وعلى عملية اليقظة
أن تكون شاملة وسريعة، وإلا لست متأكدة أنهم يستطيعون أن ينقذوا ما تبقى. نعم أنا مرة أنا في أنا في نعم تفضل. مرة في لندن كنت أركب سيارة، وكان يعني المسافة التي تفصلني عن الوصول، نقطة الوصول كانت أقل من 4 أميال 4 miles. كان هناك مسجد بني في قلب لندن يتسع، سمعت، ل60,000 شخص. ضلينا أكثر من 45 minutes، أكثر من 3/4 ساعة، حتى قطعنا مسافة 4 أميال. كان اليوم يوم جمعة، طبعاً كل أهل لندن يتجنبون أنه يمروا بهذا الشارع في يوم جمعة. أنا ما بعتقد أنه الإيمان، أعتقد أنها political statement that we are here. هي رسالة سياسية، احنا بنسمع رسالة صوتنا سياسية. وهي عقدة قديمة، يعني الصراع الإسلام مع الغرب في صراع قديم جدا منذ بدايته إلى اليوم، وبعض المسلمين يفهمون من ذلك وكأنهم ها نحن في قلب العالم الغربي، وها نحن نقيم الجمعة، وها نحن نوقف حركة السير، وها نحن انظروا إلى عظمة الإسلام من خلال هذه الـ يعني كما قلت هذه الرسالة السياسية. هم لا يفهمون أن أخلاق الغرب، أن دساتير الغرب، أن قيم الغرب هي التي احترمت حقهم في أن يمارسوا دينهم، كما صحيح. تحترم الصيني المهاجر، كما صحيح. تحترم القادم من أفريقيا، كما تحترم القادم من اليابان. كل إنسان في الغرب له الحق أن يمارس دينه كما يشاء، ولكنهم يفهمونها على أنها نقطة ضعف يسجلونها في مرمى الغرب، وأنها نقطة قوة يمتلكونها، وهذا ليس صحيحاً. لذلك يجب أن يعيد الغرب النظر في دساتيره وفي تعاليمه وفي قيمه وفي قوانينه، كي يحمي بلدانه مما يحدث في قلب تلك البلدان. أنا يعني حتى لا يفهم أي شخص أنه إحنا ضد المسلمين، دكتورة وفاء قالت بكل وضوح أنه بعض المهاجرين، بعض المسلمين، بعض كذا، دائما يعني ما فيش التعميم. لكن أنا أقول لكل شخص، أنا لا أرى عظمة الإسلام عندما تصلي أنت في بلد غربي مثل لندن وباريس بكل أريحية. أنا أرى عظمة الثقافة الغربية التي أعطتك هذه الحرية التي أحياناً لا تمتلكها حتى في بلدك الأصلي. أنا معك أن تصلي وتعبد ما شئت، لكن أنا لست معك حين تكون عبادتك تعطيلاً للآخرين، مشاورهم، تعطيلاً لمواصلاتهم، أو تصحيهم غصباً عنهم في 4 صباحاً وهم لا يعتقدون بدينك. حين تكون عبادتك مؤذية لحرية الآخرين، هنا عليك أن تتوقف وتجعل عبادتك خاصة بك أنت، لا تلزم الآخرين بها. وهذه هي مشكلتنا مع الإسلام، يعني صلاة الجمعة تعطيل للآخرين، الآذان في الصبح وحتى في الأوقات الأخرى هو صداع للآخرين، كل شيء يحب يزعج به الآخرين. خليني أخذ مكالمة من أخي رشيد. تفضلي. أخي رشيد، الأدب، الأدب واللطف والتحضر والتمدن هي من مظاهر القوة، وليست من مظاهر الضعف. صحيح. عندما تقوم مجموعة من الشباب المسلمين بالصلاة في وسط شارع مزدحم بالسيارات، هذا دليل ضعف أخلاقي، ضعف حضاري، ضعف مدني، سمه ما شئت. دعنا نتحدى مجموعة من الشباب المسلمين أن يعترضوا مسير السيارات في أي شارع في أي عاصمة إسلامية، ودعنا نرى ما يحدث. هم يستغلون القوانين التي تحترم الإنسان، هم يستغلون تلك القوانين، لأنهم ليسوا أخلاقيين، ليسوا حضاريين،
ليسوا متمدنين، ليسوا منطقيين، نعم. لا وهنا يمتلكون أيضا أنا أقول يعني المعرفة. ده ليس تعميما، لا يسري على الكل دائما، لأنه الآن في بعض الناس بيستغلوا هذه اللقطات حتى يقول لك إنه بتنعت كل المسلمين، بتعمم على كل أنا معك المسلمين. أخي رشيد، أنا معك، ولكن أين هم الآخرون؟ أين هم؟ لماذا لا يخرج مسلم من هؤلاء؟ أنت عم تقول حضرتك إنه ما كلهم، أكيد ما كلهم، أكيد صحيح. ما كلهم، أكيد ربما مجموعة صغيرة منهم، ولكن أين البقية؟ لا نعرف النسبة، في نسب متفاوتة بحسب الدراسات مهما حتى. كانت النسبة، مهما كانت النسبة، أين البقية؟ إذا قلنا في البلاد الإسلامية هذه النسبة لا تمتلك الحرية لأن تعبر عن رأيها وتقف ضد هؤلاء، هم يمتلكون حرية التعبير في الغرب، أين هم؟ نعم. أين هم؟ كم واحد مسلم من هؤلاء المعروفين على الصعيد العام يخرج أمام الرأي العالمي في أي دولة غربية ليقول نحن ضد هؤلاء الذين يستغلون قوانينكم ويستغلون الحريات الموجودة، أين هم؟ إذن يتحملون نفس المسؤولية. نعم، يعني كان معنا مكالمة، خلينا نشوف هل لا زال معنا المتصل أو المتصلة. تفضل، مين معي؟ مرحبا ألو؟ أخي رشيد. مرحبا مرحبا، أهلا أهلا، ده صوت الأخ صحة. يوسف، تفضل. شكرا عني، نرحب ضيفتك الكريمة الدكتورة وفاء اللي أعتز بها وأحترمها جدا لثقافتها وقوة شخصيتها وجسارتها. أخي رشيد، بالنسبة للمسلمين وأزمة الإسلام، واحد المسلمين حسب ما تفضلت بقى يستغلون الديمقراطية والحرية الموجودة بأوروبا وبأمريكا. اثنين، الأزمة اللي كانت موجودة واللي خلقتها أمريكا ما كان أدها وقت للمسلمين، لأن كان أكو قوة أكثر قوية من الإسلام كانت يتخلص منها، وهذا ما جاء في كتاب هنري كيسنجر. يقول هنري كيسنجر في كتابه: لقد انتهينا من العدو الأول الشيوعية، أتى العدو الثاني الإسلام. ودا شوف الدول العربية والإسلامية قاطبة المشاكل اللي عندها. ثلاثة، خلال 1400 سنة الإسلام منضرب مثل ما انضرب خلال 15-20 سنة الأخيرة. أنا قرأت كتاب واحد سنة 69 مع الدكتور صادق جلال العظم، نقد الفكر الديني، ما كان تلقي بي إذا تحصلوا هذا الكتاب بألف يا ليل. محافظة نينوى كان أكو ثلاثة أربعة، أنا كان عندي واحد منه بس، ما يقبلون. بالوقت الحاضر لا، مثل ما تفضلت الدكتورة وفاء، الإنترنت فضح الإسلام. صحيح. يعني لأن غنوا قوانين الإسلام ما ستتدبر. مثلا من كان يعرف رضاعة الكبير؟ من كان يعرف التجحيش وإلى آخره، قطع يد السارق؟ ماذا تنطبق القوانين هاي؟ فالإسلام فضح. لهذا السبب المسلم من يطلع يحكي ضد الأخ رشيد أو القمص زكريا يبدي بالمسبات، لأن ما عنده جواب، جواب ما دون مسبات. صحيح. وكن شاكر جدا. شكرا لك، شكرا، شكرا على هذا التواصل معنا. يعني الأسئلة كثيرة. تحدث ماكرون عن يعني نسخة أو نمط من الإسلام يتماشى مع قيم الجمهورية الفرنسية، هل تعتقدين أن الغرب سينجح في خلق نسخة مختلفة عن، خلينا نسميها إسلام غربي، يختلف عن الإسلام الشرقي؟ طبعا طبعا يستطيع أن ينجح وبقوة إذا أراد، يستطيع أن ينجح. هذا السؤال يطرح علي كثيرا في المحافل الأمريكية، ودائما يكون جوابي: إذا استطاعت أمريكا أو الغرب أن تقيم لها قاعدة عسكرية في قلب مكة ومدينة والمدينة في قلب الإسلام، استطاعت أن تقيم قواعد عسكرية، ألا تستطيع أن تقيم قواعد ومدارس فكرية تغير هذا الإرهاب الذي طغى على العالم كله؟ طبعا المشكلة أنه اليوم في مصالح، في مصالح، على ما يبدو هذه المصالح تؤخذ بعين الاعتبار، أو يجبر الغرب على أن يأخذ
مصالحه بعين الاعتبار عندما يوضع خطط لمواجهة الإسلام. لكن لأكون صريحة معك، لا أتصور هذه الحروب وهذه المشاكل التي نراها اليوم ستنتهي قبل أن يتغير الإسلام، قبل أن يتغير الإسلام. على ما يبدو الأمر يؤجل إلى أن ينتهي تاريخ النفض. كلنا نعرف أن تاريخ النفض قاب قوسين أو آخر. أنا قرأت منذ عدة أيام أن الرئيس الأمريكي وقع على قانون أنه لن يسمح بعد حتى عام 2035، بعد 2035 لن يكون هناك سيارة واحدة في أمريكا تمشي على الغاز، لن يكون هناك سيارة أمريكا. إذا عصر النفط قاب قوسين أو أدنى، ومتى انتهى الإسلام سيجد المسلمون أنفسهم تحت ضغوط لا تحتمل، وسيضطرون مجبرين على تغيير عقيدتهم التي لم يرى العالم منها إلا الفساد والإرهاب. إذا تعتقدين أنه بإمكان فرنسا خلق نمط تعبدي إسلامي مختلف عن الموجود في الشرق، شكل من العبادة، شكل من الذي منزوع المخالب، منزوع من الجهاد، منزوع منه تطبيق الحدود، منزوع منه الولاء والبراء، منزوع منه كل هذا، روح للمسجد صلي صوم وخلاص، يعني أنت تخضع لقيم الجمهورية الفرنسية، انتهى. ليس لدي أدنى شك من قدرة فرنسا على إجبار المسلمين على إيجاد هذا النوع من الإسلام، ليس لدي أدنى شك. البعض يقول أنه توليت، أنه متأخر، البعض يقول أنه الوقت متأخر، فرنسا صار فيها تقريبا ما يقارب 10% من المسلمين، البعض يقول أنه أوروبا راحت. والله لو كانوا 50% 50% مسلمين وأرادت الدولة الفرنسية أن تغير تستطيع أن تغير. هذا هو رأيي الشخصي، هذا هو رأيي الشخصي، تستطيع أن تغير. يعني مقاليد القوة هي في يد الحكومة الفرنسية، في يد الدساتير الفرنسية، وفي لا يجب على الحكومة الفرنسية إلا أن تؤكد على دساتيرها وقوانينها، وكل من يكسر هذه القوانين سيطرد خارج فرنسا. لا تحتاج أن تفعل أكثر من أن تقوم بحماية قوانينها وبحماية دساتيرها. حماية تلك القوانين سيحمي الدولة الفرنسية من كل من تخول له نفسه أن يسقط بفرنسا عن المستوى الحضاري التي تعيشه. نعم، أنا أشكرك على الجواب، وخليني أخذ هذه المكالمة أيضا. مين معي؟ أهو. ألو؟ 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 ألو، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضل. ألو، سامعني؟ أنا سامعك. أهلا. أنا بصراحة كنت سمعت وفاء سلطان وحضرتك يا أستاذ رشيد أنكم تبررون لإسلام صوفيا. أنا فقط أريد أن أرى، يعني أنا أرى أنكم تبررون إسلام صوفي بتبريرات، وهي فالتاريخ يعيد نفسه، الإسلام لا يعرف من أعدائه. لازم تعرف يا أستاذ رشيد، اسمع كده، أقول لك الإسلام لا يعرف من أعدائه إنما من أهله. فالكثير ممن كان يعني يبغض الإسلام أصبح محبا للإسلام حبا شديدا. أضرب لك مثالا على سبيل المثال، ثمامة لا 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 لحظة رضي الله عنه. أنا فهمت أسير اسمعني، هل أنت تفتخر بإسلام سيدة على يد مختطفيها؟ جسده الراسة. ألو؟ يا أستاذ رشيد سامعني؟ هل أنت تفتخر بإسلام سيدة على يد مختطفيها؟ أنا أفتخر بها، نعم أنا أفتخر بها، وأنا أقول لك أن التاريخ ألا ترى في ذلك تناقضاً؟ بل أرى العكس، هي أصلاً لما عاشرتهم عرفت الإسلام،
إذن الإرهابيون المختطفون إذن الإرهابيون المختطفون يمثلون الإسلام أحسن تمثيل. ومن قال لك أنهم إرهابيين؟ فرنسا من اللي طيب هم مختطفون يا سيدي، هم مش إرهابيون، هم فقط مختطفون. لا. اختطفوا سيدة رغم إرادتها وبادلوها. لا لحظة، وبادلوها. طيب. تمت. طيب. مبادلة. هل أنت تفتخر بإسلام. طيب. هؤلاء؟ هل هم يمثلون الإسلام؟ طيب أنا سأجيبك، أنا سأجيبك. الآن فرنسا تختطف المال. لا لا لا، اسمعني اسمعني جيدا. هل هؤلاء يمثلون الإسلام؟ يا نعم يمثلون الإسلام، لكن اسمعني. طيب. اسمعني الأول علشان أكمل فكرتي. إذا لا 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 تنزعجوا، لا تنزعجوا حين يقول الشخص إنه الإسلام دين إرهابي. لا تنزع، يعني احنا مش عارفين نمسككم منين. يعني لما نقول الاسلام ارهابي بتقولوا لا، انتم ترون الارهاب من خلال بن لادن والظواهري وبوكو حرام والقاعده. يا سيدي اوكي ماشي. لما تسلم واحده عن طريق هؤلاء بيقول لك ها شفت عدمت الاسلام تاثرت باخلاقهم. يعني انتم تقرون بان الاسلام يمثل هؤلاء. ايه تعليقك على مثل هذه المكالمه دكتوره وفاء؟ هو يعرف، هم يقولون، المسلمون يقولون ما بني على باطل فهو باطل. هل الاختطاف حق أم هو باطل؟ أريد أن أسأل هذا الأخ المتصل. لا هو يعتبر أنه حق، ده على رأي واحد، وعلى رأي واحد على السوشيال ميديا قال لي أنت تستغرب ليه إنه هم بيفتخروا بإسلام صوفي إنه صارت اسمها مريم. ما هو افتخروا بأن محمد اختطف صفية واغتصبها جنسيا في طريق العودة وقال لك أم المؤمنين صفية، وشوف عدمة الإسلام إنه أعطاها صداقها هو تحريرها اللي هو أمسكها، يعني هو اللي أسرها. من الصعب جدا أن تصل إلى قناعة حضارية مع هؤلاء الناس. طالما هو يعترف طالب بلسانه أن هؤلاء يمثلون الإسلام والاختطاف هو حق، كيف تستطيع أن تتحاور معهم؟ يعني تخيل لو العكس، رحت أنا رشيد، أنا أدعو للمسيحية علانية وبعلن مسيحيتي وبعلن أنه أنا خرجت من الإسلام. لو رحت أنا مختطف سيدة مسلمة وبعد 4 سنوات وهي معايا، يعني مع مجموعة من الناس وقاعدين نعلمها المسيحية المسيحية وطلعت مسيحية، هل ستعتبرون ذلك انتصارا للمسيحية؟ يعني شوف 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 الـ شوف الـ 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 أخي أشرت في أجوبتي السابقة أنه من معايير الذكاء الأخلاقي المنطق، وقلت لا يمكن أن يتحلى الإنسان بالأخلاق إذا كان إلا إذا كان عنده الحد الأدنى من المنطق. على أي إذا هو عم بيقول لك أنه الاختطاف حق وأن هؤلاء المختطفين هم يمثلون الإسلام، إذا أي نوع من الشفرة الأخلاقية يتمتع بها هذا الشخص؟ نعم. هل في جانب آخر، شيخ الأزهر طلع وقال إنه ينبغي تجريم من يقول كلمة الإرهاب الإسلامي، أن يحاكم كل من قال الإرهاب الإسلامي، إنه تجريم هذا المصطلح، بيدافعوا عن الإسلام بشراسة، إنه حتى كلمة إرهاب إسلامي عايزين ينزعوها من القاموس. إيه رأيك؟ يجب أن تنزع من القرآن أولاً حتى تنزع من أذهان الناس ومن القوانيس ثانياً. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدواً. عندما تنزع هذه الآية من القرآن وعندما ينزع السيف من العلم السعودي، عندها من حقهم أن يطالبوا بأن تنزع عبارة الإرهاب الإسلامي من القواميس. نعم، بعض المسلمين يقولون أنه ماكرون هو خايف فقط من انتشار الإسلام في فرنسا ولهذا يحاربه، كيف تردين؟ يا بيقولوا أنه لأن الأجانب بيعرفوا أنه الإسلام حق
وهم يخافون من الحق. طبعاً ما في إنسان على سطح الأرض يخاف من الحق، حتى الشرير عندما يقوم بشره بيقوم فيه لأنه بيعتبره حق، لأنه بيعتبره حق. لو كانوا بيأمنوا أنه الإسلام هو دين الحق لأصبحوا مسلمين، لأصبحوا مسلمين. هم لا يخافون من انتشار الإسلام، لكنهم يخافون من الإرهاب المتجسد في الإسلام. هم يخافون على اللايف ستايلز تبعهم، على أنماط الحياة اللي وصلوا إلى، هم يخافون على دساتيرهم، يخافون على قوانينهم، وهذا من حقهم. هم يخافون من الإرهاب الذي يحمله الإسلام إليهم، ولكنهم لا، المواطن الفرنسي حر، يمتلك كامل الحرية أن يعتنق أي دين يريد. لكن هم يتصدون للأفكار الإرهابية التي أتى بها الإسلام. أعود إلى صوفي الفرنسية، 75 سنة أسلمت تحت يد مختطفية. حضرتني فكرة الآن، أنا تركت الإسلام عن بإرادة حرة، لم يختطفني أي شخص. حضرتك تركت الإسلام بإرادة حرة، الآلاف يتركون الإسلام الآن بإرادة حرة، منهم مثلا الكاتب الصديق حامد عبد الصمد، منهم الأخ هشام مثلا الموجود على الإنترنت، والكثيرون لو ذكرت أسماء كثيرة تترك الإسلام شبه يوميا تقريبا. اقرأوا التعليقات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى كل هذا الأمر. لماذا تهاجموننا نحن، تدموننا نحن، يعني تنعتوننا بأبشع الألقاب، ونحن تركنا الإسلام بكل إرادتنا، وتفتخرون بسيدة اعتنقت الإسلام لم تكن في كامل إرادتها؟ أي تعليق؟ وهي في الأسر، اعتنقت الإسلام وهي في الأسر. نحن تركنا الإسلام بكامل الحرية. نعود إلى العبارة التي قلتها، أن من معايير الذكاء الأخلاقي المنطق، في حال غياب المنطق من الصعب جداً أن تبني أرضية مشتركة مع هؤلاء الناس. لذلك يكاد يكون مستحيل الحوار معهم، يكاد يستحيل الأمر. أشكرك دكتورة وفاء، احنا وصلنا للأسف لنهاية الحلقة. شكرا. أشكرك، ولنا لقاء آخر معكم مشاهدينا.